وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل مع كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية. عنوان محاضرة اليوم: النوافذ أنواعها وتأثيرها على الأسعار. النوافذ تعتبر من النماذج الاستمرارية وهي غير عاكسة للاتجاه، ويعتبر هذا النموذج هو النموذج الأول من النماذج الاستمرارية في الشموع اليابانية، تعرف في التحليل الغربي باسم الفجوات جابس. وفي حاجة مهمة جدا عايزك تعرفها، ان احنا هنتكلم عن معلومات عامة هامة تطبق على جميع انواع النوافذ او الفجوات التي سوف ندرسها فيما بعد، حتى الحالات غير المثالية التي قد تصادفنا أثناء التداول ينطبق عليها جميع القواعد اللي هنقولها حالا دلوقتي. أولا، تعريف النافذة: هي عبارة عن فجوة في الأسعار ما بين أعلى سعر في شمعة وسعر في الشمعة التالية لها إذا كان الاتجاه صاعدا، أو ما بين أدنى سعر في شمعة وأعلى سعر في الشمعة التالية لها إذا كان الاتجاه هابطا، أي أن سلسلة الأسعار تكون متقطعة وغير متصلة، يفصل بينها فراغ سعري لم يتم التداول فيه. والمتوقع بعد فتح النافذة أن تستكمل الأسعار سيرها في اتجاه النافذة نفسه، والنافذة تعتبر منطقة دعم أو مقاومة، وكلما زاد حجم النافذة زادت أهميتها، مع الأخذ في الاعتبار توقيت حدوث النافذة، أي أنها تكون إما إلى أعلى أو إلى أدنى. ما معنى هذا الكلام وما هو تفسيره؟ يعني بيكون عندي مثلا اتجاه معين وتغلق شمعة في مستوى معين، الشمعة التي تأتي بعدها بدلا من أن تفتح من هذا المستوى فإنها لا تفتح منه، وتترك مسافة فارغة بين هذا المستوى وبين المستوى اللي هترجع تفتح من عنده من أول وجديد. كما هو موضح في الشكل، الشمعة سابت مسافة فارغة جاب، ثم فتحت من أعلى هذه المسافة وعملت لنا ما يطلق عليه النافذة في التحليل الفني الياباني، أو ما يطلق عليه جاب، أي فراغ سعري في التحليل الفني الغربي. ثانيا، النافذة ويندو أو الفجوة السعرية جاب من الدرجة الأولى تحمل دلالة على استمرار الاتجاه السابق، كما هو موضح عندي في هذا المثال. الاتجاه السابق صاعد، وبعد أن فتحت النافذة استمر هذا الاتجاه في الصعود. في كتير من المتداولين لما يشوفوا فجوة سعرية يفكر إنها نموذج انعكاسي، وإنه هيكون بعده انعكاس في الأسعار. طبعا لا، ده مش هيحصل، وده خطأ كبير جدا يقع فيه كتير من المتداولين وخاصة المبتدئين منهم. صحيح في حالات ممكن يكون فيها انعكاس هنعرفها فيما بعد، لكن القاعدة العامة في حالة ظهور النافذة أو الجاب هو الاستمرارية لنفس الاتجاه اللي كانت عليه، أي أن الهدف الأساسي للنوافذ والقاعدة الأساسية لها هو أنه يعطي دلالة على الاستمرار، وخصوصا إذا كانت النافذة بعد اتجاه سابق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا بيكون عندي اتجاه صاعد والفجوة السعرية حصلت في الأعلى ولم تحدث في الأسفل. في هذه الحالة وفي معظم الحالات التي تدل على الاستمرار، طبعا هذه المعلومة لازم المتداول يخليها دايما نصب عينيه عشان ما يتلخبطش في الفجوات السعرية. ثالث معلومة مهمة وتنطبق على جميع أنواع النوافذ، أن النافذة هي منطقة دعم ومقاومة قوية جدا جدا، وده هو السبب اللي بيخليها استمرارية في معظم الحالات. يعني بشكل مبسط، لما نشوف هذه الفجوة السعرية بعد اتجاه صاعد مثلا ويفتح السعر بالأعلى، فهذه المنطقة تصبح منطقة دعم مهمة جدا للاستمرار في نفس الاتجاه، وده من أقوى الأسباب اللي بيخليها من النماذج المهمة جدا في عملية الاستمرار. أما المعلومة الرابعة، أنه من طبيعة الأسعار محاولة إغلاق النافذة كنوع من أنواع التصحيح، ويمكن استغلال هذا في المتاجرة مؤقتا. يعني
في الواقع بنشوف كتير من المتداولين لما يشوف السعر صعد لهذا المستوى وبعدين فتح بفجوة سعرية للأعلى، تلاقيه مباشرة يدخل صفقة بيع على أساس أن السعر سوف ينعكس، على أساس أنه هيفكر أن البائعين هيتدخلوا بالبيع لسد هذا الجاب أو لسد هذه النافذة. بس في حوالي 80% من الحالات السعر يغلق النافذة ويكمل في نفس الاتجاه ولا ينعكس. عشان كده أنصح المتداول أنه ما يعملش زي كتير من المتداولين اللي بيعملوا كده، وهو أنهم بيدخلوا بالبيع إلى أن تغلق الفجوة السعرية. ومعنى إغلاق الفجوة السعرية أن السعر يصل إلى إغلاق لجسم الشمعة اللي كانت موجودة قبل ما تحصل الفجوة السعرية، وهذا هو معنى إغلاق النافذة أو إغلاق الفجوة السعرية. يعني ممكن شمعة تفتح من هذا المستوى وبعدين السعر ينزل 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 لغاية ما يغلق عند غلق الشمعة اللي كانت موجودة قبل الفجوة السعرية. بالنسبة لي طالما أن الجسم النازل في حالة الارتداد وصل لجسم الشمعة فكده بيكون تم إغلاق الفجوة السعرية. لكن اللي يهمني من هذه الملحوظة إنك لو فكرت التاجر على اتجاه الفجوة السعرية حاول ما تطمعش كتير، لأنه افتكر دايما أن هذه الفجوة السعرية خصوصا إذا كانت بعد اتجاه فهي تدل على الاستمرار في نفس الاتجاه أكتر مما تدل على الانعكاس. يعني لو حصل ده عندك ما تدخلش صفقة طويلة الأجل. النقطة الخامسة هي أن استمرار ضغط الأسعار بعد إغلاق النافذة يعطي احتمالية للإنعكاس. يعني زي ما قلنا في البداية الفجوة السعرية أساسا دلالتها العامة الاستمرار، لكن إذا كان عندي شمعة بيعية أغلقت عند هذا المستوى، أي مستوى إغلاق الشمعة الخضراء التي قبل النافذة، في هذه الحالة كده خلاص تعتبر النافذة تم إغلاقها. وإذا استمر ضغط البائعين أكتر وأغلقت تحت هذه الشمعة الخضراء، هنا ممكن نقول باحتمالية الانعكاس. لكن أحب أأكد دايما أن الفجوة السعرية هي منطقة دعم أو مقاومة مهمة جدا، فإغلاق الفجوة السعرية بدون استمرار ضغط من البائعين هيخلي الأسعار تكمل في الاتجاه اللي كانت ماشية فيه قبل الفجوة السعرية. يعني ملخص اللي قلناه، امتى تصبح النافذة عاكسة للاتجاه؟ لما يكون عندي إغلاق تحت آخر شمعة موجودة قبل النافذة، سواء بشمعة أو اتنين أو تلاتة. النقطة السادسة وهي أن ظهور نموذج إنعكاسي عند النافذة يتطلب إغلاق الفجوة السعرية واستمرار الضغط حتى يفعل هذا النموذج، وهذه النقطة مهمة جدا جدا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ في الدروس السابقة عرفنا أن النموذج الإنعكاسي يدل في معظم حالاته على عكس الاتجاه إذا تحققت شروط معينة، ولكن في حالة خاصة، هذه الحالة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي تطبق على جميع النماذج الإنعكاسية، وهي في حالة ما إذا تشكل نموذج إنعكاسي بعد فجوة سعرية. طيب هنشرح الكلام ده من خلال هذا المثال. تخيل معي اتجاه صاعد وبعدين حدثت عندي فجوة سعرية، ثم حدثت أول شمعة بعد الفجوة السعرية، والشمعة اللي جت بعدها مع اللي قبلها عملت نموذج ابتلاعي انجلفنج باترن. في هذه الحالة، أي في حالة النموذج الابتلاعي، احنا قلنا ان احنا ممكن نبيع من هذه المستويات مثلا في غياب الفجوة السعرية. لكن لما يكون عندي فجوة سعرية يصبح هذا النموذج غير مفعل ولا يمكن تفعيله لغاية ما يتم إغلاق النافذة لأسفل ويستمر الضغط حتى أسفل النموذج. ساعتها ممكن أفعل النموذج وأبيع استنادا إلى النموذج الابتلاعي الإنعكاسي. هذا يعني أنه إذا تشكل عندي نموذج إنعكاسي بعد فجوة سعرية، فأنا عشان أدخل صفقة بيع واحكم على ان الاتجاه فعلا انعكس لازم اشوف شمعة تغلق تحت الفجوة السعرية، او بمعنى اصح تحت اخر شمعة كانت قبل الفجوة السعرية، عشان افعل النموذج الانعكاسي وادخل صفقة بيع بعد اغلاق هذه الشمعة تحت اخر شمعة
في بداية الفجوة السعرية. أما النقطة السابعة والأخيرة هي أنه إذا ظهرت الفجوة في عكس الاتجاه السابق، هنا أقدر أحكم على دلالة هذه الفجوة أنها دلالة إنعكاسية وتصبح فجوة عاكسة للاتجاه بشرط استمرار الضغط في اتجاهه. طيب ما معنى هذا الكلام؟ في الشكل اللي قدامي ده، تخيل ان الاتجاه كان صاعد، فبدل ما تصبح الفجوة السعرية في نفس الاتجاه السابق، هتبقى عندي في الحالة دي تمشي في عكس الاتجاه لتصبح عندي فجوة من اسفل هنا، وشمعة تفتح من هذا المستوى ثم يحدث النزول. هنا نعم ممكن نقول ان الفجوة السعرية اصبحت انعكاسية. لماذا؟ لانه في الحالة دي هتلاقيها جزء من نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية. مثلا نموذج النجوم، طبعا احنا عارفين في نموذج النجوم انه يكون فيه فجوة قبله وفجوة بعده، ده بالنسبة لشمعة المنتصف. وما تنساش ان نموذج النجوم زي الشوتينج ستار والمورنينج ستار والدوجي شوتينج ستار والدوجي مورنينج ستار يتكون من ثلاث شمعات. بالنسبة لي شمعة المنتصف هي اللي بيكون فيها فجوة قبلها وفجوة بعدها، وبالتالي لما تكون الفجوة السعرية في نماذج النجوم أسفل من شمعة المنتصف، هنا بيكون فيه احتمالية كبيرة للإنعكاس. لكن لما تكون في نفس الاتجاه السابق، يعني الاتجاه السابق صاعد والفجوة صاعدة ويفتح السعر بعد الفجوة، هنا الاستمرارية بتكون هي الأقرب للحدوث. هذه المعلومات مهمة جدا وتطبق على جميع أنواع النوافذ، عشان كده أنا حبيت أبدأ بيها قبل ما ندخل على أنواع النوافذ. ودلوقتي هنتكلم عن أنواع النوافذ في الشموع اليابانية. بشكل أساسي عندي ثلاث أنواع من الفجوات. الفجوة الأولى تسمى فجوة تاسوكي الصاعدة والهابطة، وشكلها كما هو مبين على الرسم. الفجوة الثانية تسمى مناورات فجوتي الأسعار الصاعدة والهابطة، وهذا هو شكلها العام كما هو موضح على الرسم. أما الفجوة الثالثة فتسمى فجوة الشمعتان المتحاذيتان بعد الفجوة، وهي أيضا شكل من أشكال النوافذ الاستمرارية. هذه الأشكال الموجودة أمامنا هي الأشكال الأساسية العامة في الشموع اليابانية الخاصة بالنوافذ أي الفجوات، وكما قلنا هي نماذج استمرارية تتكون في حالة الصعود أو الهبوط. ممكن تلاقي أثناء التداول أشكال أخرى للفجوات السعرية، كلها تندرج تحت هذه التصنيفات. وكملاحظة نقولها من البداية أن الفجوة الأولى والفجوة الثالثة وجودهما على الشرط نادر جدا، لكن الفجوة الثانية هتلاقيها على الشرط بشكل كبير جدا، فمهم جدا ان احنا نخلي بالنا منها ونفهمها كويس. وفي نوع كمان ممكن يحول لي الفجوة السعرية الى شكل انعكاسي بدلا من الاستمراري. هذا النوع سهل وبسيط، هنبقى نشرحه اثناء ما احنا بنشرح الامثلة العملية على الشرط بعد قليل. ودلوقتي هنحاول نشرح كل فجوة بتفصيل اكتر. هنبدأ بالفجوة الاولى، فجوة تاسوكي الصاعدة والهابطة. يلا بينا دلوقتي نطبق الأحكام والشروط على فجوة تاسوكي الصاعدة. طبعا هتكون بعد اتجاه صاعد. هذه الفجوة تكون في نفس الاتجاه، يعني تحدث في الأعلى، في أعلى آخر شمعة تشكلت معي وليست بالأسفل وإنما في الأعلى. يعني شرطين مهمين هما اتجاه صاعد وفجوة في الأعلى. الشرط الثالث، الشمعة التي تكون بعد النافذة أو الفجوة السعرية تكون في نفس الاتجاه. يعني في الشكل اللي قدامي ده، الشمعة اللي كانت قبل الفجوة السعرية كان التفوق فيها للمشترين الثيران، يبقى الشمعة اللي بعد الفجوة لازم برضو يكون التفوق فيها للمشترين حتى نحكم على احتمالية الاستمرار. أما الشرط الرابع إن الشمعة الثانية بعد الفجوة السعرية تكون عكسية وتفتح داخل نطاق الشمعة الأولى وتغلق بعدها أي أسفل منها. يعني لو تأملنا في الشمعة الثانية اللي بعد الفجوة السعرية
هتلاقيها فتحت داخل نطاق الشمعة التي قبلها وأغلقت أسفل من ذيلها. الشرط الخامس هو أنه لا يحدث إغلاق للنافذة. لو تفتكروا أن احنا قلنا كيف تغلق النافذة، قلنا أن السعر يوصل لجسم الشمعة السابقة وبذلك يكون النافذة قد أغلقت. يعني إذا وصل الذيل للشمعة النازلة إلى مستوى إغلاق الشمعة التي قبل النافذة فيكون كده تم إغلاق النافذة. المهم أن السعر أثناء الجلسة، أثناء ما كانت النافذة مفتوحة، السعر في الهبوط وصل عندي لمستوى إغلاق جسم الشمعة اللي كانت قبل تكون النافذة. طب دلوقتي إمتى يفعل هذا النموذج؟ قالوا لنا في التحليل الياباني أن هذه الشمعة التي تغلق إغلاقها في حد ذاته، طالما أنه لم يحدث إغلاق للنافذة فإغلاق هذه الشمعة في حد ذاته يعتبر هو نقطة الدخول بالشراء إلى أعلى، طالما أن هذه الشمعة أغلقت داخل نطاق النافذة ولم يحدث إغلاق بالكامل للنافذة. المهم أن نقطة الدخول تكون بعد هذه الشمعة. لكن لو المتداول حابب يتريس ويصبر عشان يلاقي نقطة الدخول أحسن وأفضل أمنا، يفضل أنه يدخل بعد الظل العلوي لأول شمعة بعد النافذة، أي أن الشمعة الموالية للشمعة الثانية إذا أغلقت فوق الظل العلوي للشمعة الأولى بعد النافذة، هنا بيكون بإمكاننا أن احنا نشتري باطمئنان أكتر وبأمان أكتر. هذه النقطة مهمة جدا، حاول دايما تفتكرها. طيب إمتى ممكن يفشل النموذج أو لا يفعل أو ممكن نطلع منه بخسارة؟ إذا استمر البيع ورجع إغلاق أسفل من النافذة، أي تحت الشمعة التي تكونت قبل النافذة، أي تحت الذيل السفلي لأول شمعة كانت قبل الفجوة السعرية، فهنا بالنسبة لي النموذج تعطل عن الاستمرار. طيب تعالوا نطبق الشروط والأحكام على فجوة تاسوكي الهابطة. هي تقريبا نفس الشروط السابقة ولكن بتكون بالعكس، يعني بيكون عندي اتجاه هابط، بعدين تحدث فجوة سعرية، وبعد الفجوة السعرية يكون عندي شمعة بيعية حمراء دبابية. يعني الشمعة اللي قبل الفجوة السعرية بيعية حمراء دبابية، والشمعة اللي بعد الفجوة السعرية أيضا حمراء بيعية دبابية، ثم الشمعة التي تلي الشمعة الحمراء الأولى بعد الفجوة السعرية تكون شمعة ثيران خضراء شرائية، افتتاحها يكون داخل نطاق الشمعة الأولى وإغلاقها يكون بعد هذه الشمعة. الشرط الأساسي عندي هنا هو إن ما يحصلش إغلاق للنافذة، بمعنى أن الشمعة الثانية اللي بتكون بعد الفجوة السعرية ما توصلش لمستويات إغلاق الشمعة الأولى اللي كانت قبل الفجوة السعرية أو قبل النافذة. وزي ما قلنا عندي حالتين للتداول، إما مع إغلاق الشمعة الشرائية عند هذه المستويات، أو الأفضل إن أنا استنى إغلاق الشمعة الثالثة أسفل من الظل السفلي للشمعة الأولى اللي كانت أسفل الفجوة السعرية. من هذه المنطقة بإمكاني أدخل صفقة بيع. وزي ما قلنا إن هذا النموذج يعتبر نادر ومش هنشوفه كتير على الشارت، أهم حاجة نعرف شكله ولو قابلنا نعرف إزاي نتعامل معاه. طيب دلوقتي يلا بينا نروح للنوع التاني من الفجوات والنوافذ، وهو ما يعرف باسم مناورات فجوتي الأسعار. هذا النموذج بيتكرر معانا كتير على الشارت، مهم جدا إن احنا نعرفه ونعرف إزاي بنتداول بيه. أولا مناورات فجوتي الأسعار الصاعدة، ما هي الشروط والأحكام التي يجب أن تتوفر في هذا النموذج؟ رقم واحد، أول شرط عندي أن يكون عندي اتجاه صاعد. رقم اتنين، يكون عندي مجموعة عبارة عن سلسلة من الشموع الصغيرة وراء بعض وبشكل متتالي زي ما احنا شايفين كده على الشرط التعليمي. عندي شوية شموع وراء بعض في هذه المنطقة، غالبا ما بيكون عددها 2 3 او اكتر، ما يزيدش على 4، لكن بتلاقيها واخده الشكل الافقي اللي احنا شايفينه ده. اما الشرط الثالث،
بعد هذه الشموع الصغيرة اللي جت ورا بعضها، تلاحظ أن الفجوة تأتي بنفس الاتجاه السابق، يعني الفجوة عمرها ما هتكون في الأسفل، يعني بيكون عندي اتجاه صاعد ثم مجموعة من الشموع الصغيرة اللي ورا بعض بشكل عرضي، ثم الفجوة السعرية التي تحدث أعلى منهم، وبعدين الشمعة الموالية اللي بتيجي بعد الفجوة السعرية هي اللي بتشكل لي مناورات فجوتي الأسعار الصاعدة، وهي اللي تعتبر نقطة الدخول اللي ممكن نشتري بعد إغلاقها. إذن الشرط الأساسي في فجوتي الأسعار الصاعدة أن الفجوة تتكون عندي بعد حركة عرضية لمناورات الشموع، ولما نقول حركة عرضية يبقى ده معناه أنها غير واسعة وغير كبيرة، يعني عدد شموع 2 3 4 بالكتير، تيجي بعدهم فجوة من أعلى، ثم الشمعة الموالية للفجوة السعرية إذا كانت في نفس الاتجاه اللي كان قبل الفجوة السعرية، كده يعتبر النموذج صحيح. ملخص ما قلناه، كان عندي اتجاه شرائي والشمعة اللي بعد الفجوة السعرية أغلقت والمشترين هم اللي كسبانين، فكده يعتبر نموذج استمراري وليس انعكاسي. نفس الشروط والأحكام تطبق على نموذج مناورات فجوتي الأسعار الهابطة، ولكن بالعكس بيكون عندي اتجاه هابط ثم يحدث معي سلسلة من الشموع المتتالية اللي أجسامها صغيرة، يغلب عليها الحركة العرضية، بعدها الفجوة السعرية تحدث للأسفل، وكمان الشمعة اللي بتتكون بعد الفجوة السعرية تكون في نفس الاتجاه اللي كان قبل الفجوة السعرية، وبالتالي هذه الشمعة هي اللي تديني إشارة بالدخول بعد إغلاق الشمعة البيعية اللي جت بعد الفجوة السعرية. والآن ننتقل إلى النوع الثالث والأخير من النوافذ السعرية الاستمرارية، وهو ما يعرف باسم الشمعتان المتحاذيتان بعد الفجوة الصاعدة والشمعتان المتحاذيتان بعد الفجوة الهابطة، علما بأن هذا النموذج أيضا نموذج نادر الوجود على الشارت مثل النموذج الأول، بس مهم جدا ان احنا نعرفه ونتعلمه، لان ممكن في اي وقت نصادفه على الشارت بطريقة او باخرى. اولا بالنسبة لنموذج الشمعتان المتحاذيتان بعد الفجوة الصاعدة، نطبق الشروط والاحكام. هنلاقيه رقم 1 يأتي بعد اتجاه صاعد واضح، 2 تحدث الفجوة السعرية للأعلى، 3 الشمعة اللي بتكون قبل الفجوة السعرية بتكون شمعة طويلة وفيها زخم، 4 انه يكون عندي شمعتين بعد الفجوة السعرية، كلاهما شمعتين شرائيتين خاصتين بالثيران، الشمعة الاولى بعد الفجوة تغلق بشكل عادي، والشمعة اللي بعدها يكون لها نفس الافتتاح بالتقريب، والاغلاق يكون مقارب لاغلاق الشمعة الاولى، يعني تقريبا متماثلتين الى حد ما في الافتتاح والاغلاق، وكلما كان الافتتاح متطابق كل ما يكون النموذج صح بنسبة 100%. الإغلاق يوجد فيه بعض المرونة، حتى لو تعدى مستوى إغلاق الشمعة الأولى الشمعة الثانية أو العكس مفيش مشكلة، يظل النموذج صحيح ويدل على استمرار الاتجاه اللي كان قبل الفجوة السعرية. ثانيا نفس الشيء بالنسبة للشمعتان المتحاذيتان بعد الفجوة اللي بتكون في الاتجاه الهابط، لكن في معظم الحالات بيكون الاختلاف في الشمعتين اللي بعد الفجوة، وهنعرف ليه. طيب نراجع كمان مرة مع بعض الشروط. بيكون عندي اتجاه هابط، ثم تكون عندي شمعة حمراء بيعية دبابية بزخم، ثم تحدث معي فجوة سعرية للأسفل، بعد الفجوة السعرية يحدث معي شمعتين لهما تقريبا نفس سعري الافتتاح ونفس سعري الإغلاق، لكن في الاتجاه الهابط يكون في معظم الحالات شمعتين ثيران وليس بائعين، وده عكس النماذج اللي احنا كنا بنتكلم عنها. كنا بنقول في النماذج السابقة ان الشموع التي تتكون بعد النافذة في الاتجاه الهابط تكون مشابهة للشموع اللي كانت موجودة قبل النافذة، لكن في هذا النموذج على وجه التحديد وفي الجزء الهابط منه، غالبا ما هنلاقي ان الشموع بتكون ثيرانية شرائية لونها اخضر، وطبعا لو كانت بيعية حمراء دبابية مفيش اي مشكلة، ولكن احنا بنقول في النموذج ده بالذات في معظم الحالات بتكون
ثيرانية خضراء شرائية، ثم بعدها يحدث الهبوط. وطبعا زي ما قلنا ان النموذج ده برضو نادر جدا. طبعا في الحالة دي بيكون الدخول اما من هذا المستوى او ان انا استنى اغلاق اسفل الظلال ونقوم بالبيع، وبذلك نكون قد انتهينا من الجزء النظري بهذا الدرس. والآن ننتقل إلى أمثلة عملية كتطبيقات على هذا النموذج. أمثلة عملية على النوافذ أو ما يعرف بالفجوات السعرية. المثال الأول، لاحظ معي حركة الأسعار الموجودة على هذا الشرط في هذه المنطقة. لو تلاحظ بدأ السعر باتجاه هابط، ثم بدأ في تكوين اتجاه صاعد جديد. لما بص على هذه الفجوة السعرية أحكم على وضع الأسعار اللي كان قبل الفجوة السعرية. مش هيهمني الجزء اللي كان هابط على الشرط، أنا هبتدي أتعامل مع النموذج مع بداية الجزء الصاعد اللي كان قبل الفجوة السعرية مباشرة. كان عندي اتجاه صاعد، وبعدين اتكونت مجموعة من الشموع بدأت تاخد الحركة العرضية، وهذا ما يسمى بنموذج مناورات فجوة الأسعار. ثم جت عندي فجوة سعرية من أعلى متماشية تماما مع الاتجاه اللي كان قبلها، ثم بدأت الشموع اللي بالأعلى اللي جت بعد الفجوة تتخذ شكل الصعود. لو لاحظت أول شمعة جت بعد الفجوة السعرية كانت شمعة حمراء، هنا أنا ما أقدرش أحكم على استمرار الاتجاه، لكن لو بصيت على الشمعة اللي جت بعدها هي اللي ادتني تأكيد على استمرار الاتجاه. لماذا أو على أي أساس أنا حكمت أن الاتجاه سوف يستمر؟ لأن الإغلاق اللي حدث في الشمعة الخضراء الثانية كان فوق افتتاح الشمعة اللي قبلها، وهذا هو ما أكد الصعود وأكد فيما بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى من بداية الفجوة الأولى، والتي تسمى بمناورات فجوة الأسعار. وزي ما قلنا أثناء الشرح إن الفجوة السعرية هي منطقة دعم ومقاومة مهمة جدا. يعني لو بصيت على هذه الفجوة السعرية المظللة باللون الأصفر هتلاحظ إن السعر ارتفع بعض الشيء، ثم عاد واختبر هذه المنطقة كمحاولة لإغلاق النافذة، لكنه لم ينجح في إغلاقها. بالتالي ارتد وأصبحت النافذة عبارة عن مستوى دعم في هذه المنطقة، خلت الأسعار ترتفع إلى أعلى بشكل رهيب جدا. طيب نشوف مثال كمان على الشرط. لو تلاحظ إن فيه عندي فجوة هنا في هذه المنطقة، عايزين نركز فيها شوية عشان نفرق بين حالات الفجوات اللي بتكون استمرارية وحالات الفجوات اللي بيكون فيها انعكاس. لو بصينا على الفجوة السعرية الموجودة في هذه المنطقة هنلاقي عندي اتجاه كان صاعد، بس الفجوة السعرية لم تحدث أعلى من الأسعار في نفس الاتجاه، وإنما حدثت أسفل منه بعد الشمعة الخضراء الموجودة في نهاية الاتجاه في حالة الهبوط. هذه من بين الحالات اللي ممكن تخلي السعر ينعكس بسبب الفجوات السعرية. إذن لما تكون الفجوة السعرية في نفس الاتجاه اللي كان قبلها في معظم الحالات بتكون هناك استمرارية، ولما تيجي الفجوة السعرية في عكس الاتجاه اللي كان قبلها هنا بيكون فيه احتمال للانعكاس، ولا يعني بالضرورة حدوث الانعكاس بنسبة 100%، لأننا بنأكد دايما أن النوافذ هي نماذج استمرارية، ولكن في بعض الحالات التي يحدث فيها انعكاس، ومن بينها إذا فتحت النافذة عكس الاتجاه اللي كان قبلها، زي ما شفنا في المثال السابق كان عندي اتجاه صاعد والنافذة بدلا من أن تفتح من أعلى فتحت من أسفل، وبالتالي بدأنا نشوف هذا الانعكاس اللي حصل عندي. كمان لو بصيت داخل الانعكاس اللي حصل نفسه هتلاقي فيه كمان فجوة سعرية، عشان كده احنا دايما في الفجوات السعرية بنبص على الاتجاه اللي كان قبل الفجوة السعرية مباشرة. يعني كان الاتجاه هنا بالنسبة لي هابط،
وحدثت معي فجوة سعرية في المنطقة المظللة باللون الأصفر، وبعدها مباشرة استمر السعر في الهبوط وكمان نزل للأسفل بشكل استمراري وليس بشكل انعكاسي. طيب نشوف مثال آخر على الشرط. السعر كمل نزول، ثم حاول السعر يعيد اختبار مستويات الفجوة السابقة فوجدها منطقة مقاومة قوية، وعاود من بعدها الهبوط إلى أسفل، حيث أن الفجوات السعرية كما قلنا تمثل لي منطقة دعوم ومقاومات قوية. طيب نكمل مع بعض على نفس الشرط. في هذه المنطقة أنا حابب أنبه على جزئية مهمة جدا في مناورات فجوتي الأسعار اللي شفناهم على الأمثلة السابقة. لاحظنا أن السعر كان في اتجاه صاعد، ثم حدثت شموع عرضية، ثم حدثت بعده فجوة للأعلى، ثم كمل الصعود. هنا أنا عندي نفس المثال تقريبا، ولكن الشموع اللي المفروض كانت تمشي بشكل عرضي كانت حركتها نوعا ما مائلة. هذه الحركة المائلة لا تلغي استمرارية الاتجاه اللي كان قبل الفجوة السعرية، طالما أنها بسيطة مكونة من شمعتين 3-4. بعد كده حدث معي الفجوة السعرية، ومن بعدها حصل معايا الصعود إلى أعلى، وده يعتبر نموذج مناورات فجوة الأسعار. كمان في نقطة أخرى أحب أن أنا أنبه عليها في هذه الجزئية. في كثير من الأوقات أثناء التداول مش هنستخدم الشموع اليابانية بمفردها، هنستخدم معها كمان استراتيجيات مثل الدعوم والمقاومات وخطوط الترند وكمان الماينر ترند. أبسط مثال أنت ممكن تستخدمها مع النماذج السعرية الاستمرارية مثلا مع المثلثات، مع الأعلام، مع المستطيلات. هذه النماذج تستخدم في التحليل الغربي. يعني ممكن نبص على المنطقة دي على أنها منطقة عرضية بمثابة مستطيل، أي على شكل مستطيل. لو بصينا على هذه الحركة ماذا نتوقع بعد هذه الحركة؟ هنتوقع أنه لو حدث الإغلاق في أعلى المستطيل، أي من أعلى الضلع العلوي للمستطيل، يبقى كده أكيد السعر سوف يرتفع بطبيعة الحال، لأن هذا إلى حد ما نموذج مستطيل، قبله كان اتجاه صاعد فغالبا هيكمل الصعود. هنا من بين الحالات اللي أنا ممكن أستخدم فيها الشموع اليابانية مع استراتيجيات أخرى، أنه لو عندي نموذج احتمال أنه يكون استمراري، وفي نفس الوقت داخل هذا النموذج اتشكل لي عندي شموع يابانية استمرارية. كل هذه التأكيدات لما تكون متواجدة في نفس المنطقة في مكان واحد وفي زمن واحد، كل ما تدي قوة للنموذج لاحتمالية الصعود بشكل جيد. طيب نشوف كده على الشارت مثال آخر للفجوات السعرية. هنلاقي إنه في هذا المكان اللي عليه شكل بيضاوي حصلت معايا فجوة سعرية بشكل انعكاسي، وكان بعدها انعكاس في الاتجاه من صاعد إلى هابط. وفكرك كمان مرة، الفجوة السعرية اللي تيجي في عكس الاتجاه اللي كان قبلها هي اللي بتديني احتمالية للانعكاس. يعني لو بصيت على هذه الفجوة هتلاقي كان عندي اتجاه صاعد، وبدل الفجوة السعرية ما تيجي في الأعلى جت بالأسفل، والشمعة اللي جت بعد الفجوة السعرية استمرت تضغط في اتجاه عكسي. هنا تحول الاتجاه من صاعد إلى هابط، لكن أرجع أفكرك كمان مرة أن هذا لا يعني أنها انعكاسية بنسبة 100%. في حالات كتيرة هتقابلنا هنلاقي أن الفجوة أي نعم فتحت للأسفل، لكن السعر يغلق الفجوة السعرية ثم يستمر للأعلى. عشان كده بنقول لك خلي بالك دايما ان النوافذ او الفجوات السعرية هي نماذج استمرارية اكتر من كونها انعكاسية. طيب امتى بيحصل الانعكاس؟ يحدث الانعكاس لما يستمر الضغط بعد اغلاق النافذة، او ان النافذة تفتح في عكس الاتجاه السابق ويستمر الضغط بنفس الاتجاه الجديد اللي هو عكس الاتجاه السابق. غير كده دايما هي استمرارية. وحتى لو تلاحظ هنا في هذه المنطقة هنشوف نموذج مناورات فجوة الأسعار اللي اتكلمنا عنه في شكله الهابط، بحيث هتلاقي كان عندي اتجاه هابط
جاءت مجموعة من الشموع المتراصة بجوار بعضها وخدت شكل عرضي. بس أهم حاجة هذه الحركة العرضية ما تكونش واسعة ولا تكون بالشكل الكبير ده. بيكون عندي عبارة عن مجموعة من الشموع وراء بعض عند نفس المستوى تقريبا وأحجامها صغيرة بشكل ملحوظ، ثم تحدث الفجوة للأسفل، وبعد كده تيجي الشمعة اللي بعد الفجوة السعرية غالبا تحمل نفس صفات الشموع اللي كانت قبلها، يعني يغلب عليها الطابع البيئي في هذه الحالة، وإغلاق هذه الشمعة بالنسبة لي بيكون بمثابة نقطة الدخول بالبيع. إذن من بين الفجوات اللي هتتكرر معانا كتير في التداول هي مناورات فجوة الأسعار، وكمان من بين الأشياء اللي هتتكرر معايا كتير في التداول هو موضوع الدعم والمقاومة اللي بتعمله الفجوات. كمان من بين الحاجات اللي أنا لازم أكون دايما فاكرها إن الفجوات السعرية يغلب عليها طابع الاستمرار وليس الإنعكاس. الحالات اللي بيكون فيها انعكاس في الفجوة السعرية يتم إغلاقها، ثم يستمر الضغط البيعي فينعكس السعر، أو إنه تكون عندي فجوة سعرية تيجي في عكس الاتجاه السابق. في هذه الحالة إذا ظل السعر يضغط على الاتجاه الجديد فإنه سوف يعكس الاتجاه، واستغلها في التداول بدخول صفقات بيع. غير كده نأكد للمرة الأخيرة أن الفجوات السعرية ما هي إلا عبارة عن نماذج استمرارية. وبكده يبقى خلصنا محاضرة النهاردة، إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي بسوق المال والأعمال. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.